أحمد محمد شفيق زكي من مواليد محافظة القاهرة في 25 من نوفمبر عام 1941. أعلن أحمد شفيق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية في 14 من فبراير عام 2012. استبعد بعد إقرار قانون العزل، ثم أعادته لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية إلى السباق الانتخابي مرة أخرى. وبعد الجولة الأولى من الانتخابات، حل الفريق أحمد شفيق ثانيا بعد حصوله على 5.5 مليون صوت تقريبا من إجمالي الأصوات الصحيحة حسب ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وتكون الإعادة وفقا لنص المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية بين السيدين الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط والدكتور أحمد محمد شفيق زكي بحسبانهما الحاصلين على أعلى الأصوات. وبعد إعلان النتيجة، تعرض مقر حملته الانتخابية للحرق اعتراضا على نجاحه في الجولة الأولى. أود أن أفهم، هل حرق المقر يمكن أن يحرق أحمد شفيق؟ هيهات. وخرج في عدة مؤتمرات صحفية، كان أبرزها المؤتمر الذي وجه فيه اتهامات عديدة لجماعة الإخوان المسلمين. أنا أمثل الدولة المدنية، أمثل الدولة المدنية بكل ما تعني هذه الكلمة. الإخوان يمثلون الدولة الطائفية الإخوانية. ومنذ إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ظل موقف الفريق أحمد شفيق مبهماً حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان قانون العزل السياسي ومنحته الحق في ممارسة حقوقه السياسية كاملة. وسيخوض المرشح أحمد شفيق جولة الإعادة أمام المرشح الدكتور محمد مرسي يومي 16 و17 من شهر يونيو. أحمد شفيق مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية مصر 2012. ضيفي وضيفكم الفريق الدكتور أحمد شفيق، قبل أن نبدأ الحوار معه نريد أن نقول أن السؤال الذي طرحناه عليكم رغم أننا طرحناه منذ دقائق معدودات إلا أن الإجابة جاءت من 2490 رد. كان السؤال على الفيسبوك بيسأل هل ستصوت لأحد المرشحين؟ هل ستقاطع؟ هل ستبطل صوتك؟ 85% قالوا من المصوتين على الفيسبوك قالوا سأصوت لأحد المرشحين، 85%، و6% قالوا أنهم سيقاطعون، و9% قالوا سأبطل صوتي. أما على SMS فإنه الإجابة كانت 88% قالوا أنه سأصوت لأحد المرشحين، 5% قالوا سأقاطع، و7% قالوا سأبطل صوتي، وهذا من عينة 249. يبقى 2490 على الفيسبوك و249 قالوا رأيهم على SMS. سيدي، السؤال الأول الذي أحب أن أطرحه عليك، لكن قبل أن أطرحه أحب أن أطلب منك طلبا، أنك أنت تعدني بأنك أنت تتحملني وتتحمل كافة الأسئلة الموجودة، لأنها قائمة طويلة من الأسئلة، وأعرف أنه أمامك كان يوم طويل ومرهق وكان فيه ضغوط كثير. يمكن السؤال الأول اللي بيفرض نفسه هو الوضع السياسي الذي نشأ في هذا اليوم التاريخي بكل ما له وبكل ما عليه. كيف استقبلت الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا الخاصة بالعزل والخاصة بالبرلمان؟ شكرا على الفرصة اللي حضرتك أتحتها لي بالتواجد في هذا الجمع المتميز، يعني في هذا البرنامج ذو الشأن، ومع حضرتك. شكرا. أتكرر شكري. اليوم كان بالنسبة لي مجهد كإجهاد عام كخطوات، ولكن
فيما يتعلق بما تم من قرارات انا مش ما كنتش متوقعها، ما اقدرش اقول كده او ما كنت متوقعها، لكن ما كنتش مستبعدها. يمكن في قرارة نفسي وللأمانة كنت أرجحها، مش عشان حاجة، أرجحها لأن أنا موضوع العزل أنا أعلم تماما. كل واحد عارف نفسه وعمل إيه، كل واحد عارف خدمته كانت إيه وكان إيه المخالف فيها وغير مخالف فيها. فأنا كنت من ناحية دي الحقيقة كنت عندي ثقة أن لو تطور الموضوع إلى ما هو أبعد من ذلك فأنا مؤكدا بمشيئة الله يكون عندي الحق في استبعاد هذا العزل دلوقتي أو قدام. لم أرى في حياتي أبدا وفي خدمتي ما يدعو إلى أن أنا بعد هذه الخدمة أعزل عن خدمة الدولة. طب لو أبداً. كان حصل لو كان حصل العزل الحقيقة أنا يعني كان حيبقى أثره الإنساني عليك إيه والنفس؟ شوف سيادتك، لا مؤكدا حيضايقني، ولكن أنا في حقي عندي إصرار شديد الحقيقة. طالما هناك يعني إمكانية أني أستمر في البحث والسعي وراء حقي لمجرد مش لاستخدامه، قد لا أؤدي أي عمل سياسي، قد أجلس في منزلي ولا أتحرك منه، ولكنه مبدأ الحقيقة. الإحساس بالظلم إحساس رهيب، والسكوت على الظلم ضعف شديد. ما كنتش أبدا حستكين، كنت هستمر وراء، لكن مش معنى ذلك أن أنا كنت مطمئن بنسبة عالية. أنا بقول حقيقة كنت مرجح ذلك. أما فيما يتعلق بقى بموضوع الجزئية بتاعت برلمان، مش بالبرلمان كمان، الجزئية بتاعت إذا كان من حق اللجنة إذا كانت قضائية ولا إدارية من حقها الإحالة من عدمه، يمكن كنت متشكك شوية في دي، لأن دي بقى مش بإيدي أنا، اللي بإيدي أنا عملي اللي أنا عارف عملت إيه وما عملت شيء. هي دي اللي كنت بعتبرها أو تفهمت من بعض الأصدقاء أن دي ممكن تؤدي إلى تأجيل لحين ما تضم القضيتين على بعض اللي تخص الموضوع او ما تؤديش. ده كان كل يعني الاحتمالات عندي. ولذلك اما حد كان بيسالني قلت له والله جايز تتاجل ولن يضرني انها تتاجل، غير انها قد يفهمها البعض غلط او يعني اللي مش متعمق في الموضوع او مش متابعه يفهمه غلط. فبمشيئه الله يعني بفضله جت النتيجه على ما اتخيل. بالنسبة للمجلس الحقيقة كان بعيد عن ذهني تماما ايه حل مش حل، حل جزئي حل كلي. الحقيقة ده بالنسبة لي كان خبر جديد مش مفاجئ للبدائل المحطوطة، يا كده يا كده يا كده، لكن ما كنتش ابدا عندي اي توقع في اي اتجاه بالنسبة له. طب البعض من الاشرار امثالي ممكن انه يعتقد انه حل المجلس ممكن يكون خبر سعيد بالنسبة لك، هل هذا صحيح؟ هقول لحاجة لحقيقة الامر انا ما كان بيسألوني البعض لو قدر لك انك تنجح في الانتخابات وتتولى المسؤولية ماذا ترى في حل المجلس؟ هتستغرب حضرتك ان حل المجلس فيما يتعلق بقى بصلاحية رئيس الجمهورية في حينه اذا كان هيكون له صلاحية طبقا لما يعني ستجري عليه الامور. يمكن حضرتك هتستغرب ان انا كنت بقول ان انا من جوايا اتمنى استمرار المجلس. وكنت قلته لكل اصدقائي المقربين اللي كانوا بيسألوني في الموضوع. ليه؟ لأن أنا من عادتي الحقيقة أميل للصعب أكتر، وأعتقد أن النجاح في الصعب هو النجاح الحقيقي، أما النجاح في الإبحار في السهل والنجاح فيه أعتقد مش إضافة للإنسانية. فيمكن أنا أما الناس متوقعة أن أنا هواجه صعوبات تعثرني أو تعمل مشاكل بيننا وأنجح في تخطيها، هو ده النجاح اللي يحسب للإنسان، ويمكن دي تكون طبيعتي الشخصية. فأنا الحقيقة كنت أميل يعني أني أخوض هذه التجربة
وكان عندي امل كبير اني انجح في يعني في المرور بالتجربة دي بنجاح. لكن يا سيدي انتخابات البرلمان اتت باكثرية من جماعة الاخوان واغلبية من تيار الاسلام السياسي كويس. الذي يصف في المعسكر البضاد لحضرتك. طيب هو ما هو صعوبة العملية جاية من هنا؟ هو انا بقولش ان العملية، طب ما هي صعوبة العملية جاية من حضرتك، هتتعامل مع توجه في شكله الخارجي كله ضد حضرتك. لكن انا بقول لحضرتك ان انا ليه اصدقاء بيزوروني من الاخوان المعارضين في الظاهر. الاخوان بمعنى الاخوة ولا الاخوان بمعنى جماعة الاخوان؟ من جماعة الاخوان. في من جماعة الاخوان بيزوروك؟ طبعا واصدقاء. اما اقول لحضرتك ان انا يمكن دي طبيعة الشخصية. بين هذا وذاك ما فيش خلط في الظاهر او في الواقع، او زي ما يكون هم ملتزمين بقرار جماعي للجماعة، لكن في العلاقة الانسانية احنا اصدقاء. اعتقد ان الموضوع ده يعني مش حاجة غريبة، وعشان كده بقول لحضرتك ان انا كنت لو جوايا في صدري لو تقول لي اقول لك اخوض التجربة الاصعب، لاني باذن الله اعتقد اني هنجح فاني ازيب الثلج الموجود او انجح. ودي تبقى يعني كان من ضمن خطط حضرتك انه اذا استمر البرلمان بالاكثرية الاخوانية والاغلبية ذات التيار الاسلام السياسي وقدر لك ان اصبحت رئيسا، انك ممكن كنت تذيب الثلوج اللي بينكم وتفتح صفحة تعاون بين الطرفين. مؤكدا ده كان املي ودليلي ان كل اصدقائي القريبين كل اسرتي ما نكلف موضوع يعلمه تماما ان انا ما كانش بالنسبة لي البرلمان المعارض دي على طول الخط اللي بيتمثل فيه حزب اخواني معارض. اعتقد يعني كنت حابب حققت نجاح اكتر لو قدرت ازيب هذا الجليد. طيب قوة الاخوان تركزت غير انهم امر واقع موجود في الشارع ويعبرون عن تيار موجود ولهم مرشح اخذ نسبة من الاصوات هو الاول في سباق الرئاسة في الاعادة، هل حينما قوتهم انتفت من البرلمان بعد الغاء البرلمان هل ستعيد خططك للتعامل معهم ام ستظل تتعامل معهم كقوة برغم عدم وجود برلمان وعدم وجودهم في برلمان؟ يعني حكم المحكمة النهاردة يغير خططك تجاه الاخوان وفتح صفحة معهم؟ ليه ما شو اخوان بالعكس يمكن يسهل فرص الاقتراب اكتر ما بيننا وبعض، لان طبعا الوجود داخل المنصة ولا في اطار تحت القبة بيبقى له قيوده اللي بتحد من حركة حتى البعض الراغب في مادة العلاقة. يمكن احنا الانسان بيختلف من واحد للتاني، ممكن دي تخليها تحفظ في البتاع، وممكن الانطلاق في الخارج وبرغم انها قوة وقوة لا يستهان بها وحزب محترم وعدد وضخم، إلا أن يعني لا ما فيش عندي أي فارق في التعامل. نقل إلينا من تفسير المحكمة الدستورية للقرارات أنه ما صدر عن هذا البرلمان يصبح حتى لحظة صدور حكم المحكمة يصبح ساريا وله يعني نفس الفعالية، هي قرارات صحيحة من ضمنها الموقف اللي حصل في اللجنة التأسيسية. إذا ما استمرت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أولا حضرتك شايف إنها هتستمر ولا مش هتستمر؟ وهل حضرتك مع فكرة الدستور أولا الآن أم لا؟ إذا حضرتك سمحت لي يعني بتفصيل شوية. تفضل يا فندم. حضرتك خدت موضوع يختلف تماما من وجهة نظر. يعني في الأول قلت لحضرتك إن أنا بالعكس أميل أكتر أني أخوض تجربة إذابة السلوك ما بين الأطراف. موضوع بقى أن ما صدر عن المجلس حتى الآن هو سليم. أنا مختلف بداية على الخطوات من الأول. مع كل الاحترام للجان اللي أقرت هذا المنهج، لكن أنا من أول يوم
من يوم ما استفتي على هذا الموضوع، وأنا برى أن هذه الخطوات غير سليمة. في الواقع لا يجب أن يكون هناك أي نوع من العلاقة، أي نوع من العلاقة بين البرلمان وبين اللجنة التأسيسية اللي بتقيم وتنشئ الدستور. يقولوا لي طب هنخلي 50 عضو هنا 50 عضو هنا 20 عضو هنا، ولا عضو ولا رأي خالص. الدستور هو الأساس، واللجنة التوافقية اللي بيتفق عليها المجتمع ويعتمدها الشعب من خلال استفتاء ويقول أيوة اللجنة دي هتعمل لي الدستور، اللجنة دي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن كل رأي للمجلس النيابي. والوضع ده كان هيكون طبيعي لو احنا مشينا في خطوات سليمة من الأول، لو كان الدستور بدأ به وليس بالمجلس النيابي. طب كان لازم يكون الدستور هو الأول. ما كناش قابلنا هذا الموقف. يعني حضرتك من أنصار الدستور أولا؟ مؤكدا. الدستور هو اللي بيقول نعمل مجلس نيابي ازاي، بدليل احنا عملنا مجلس نيابي بإجراءات مؤقتة. الدستور في الأول ده شيء مقدس. كون اللجنة ارتقت، وكل التقدير للجنة اعتبرها لجنة قانونية ارتقت ذلك، خلاص بنجل القرار ونحترمه ونشير فيه. ولكن هل عضو المجلس النيابي اللي الدستور بيحط له يشتغل ازاي ومدته ايه وصلاحياته ايه وايه المسموح له وايه الممنوع عليه، هو يحط شروط للدستور؟ هل هذا منطق؟ هل العلم يقول كده؟ هذا الاجراء خاطئ من اول يوم. طيب. خاطئ من اول يوم. ولذلك لما حضرتك تقول لي النهارده اللجنه واستمرار اللجنه، ده انا اصلا مش موافق على هذا الموضوع اصلا. حتى لو كان اللجنه النهارده هتستمر بحكم انها امورها اديرت في اطار او في ظل وجود المجلس قبل ان يصدر قرار بحله، اللي انا من جوه حتى لو المجلس موجود اقول لحضرتك ده هذا خطا، وانا حر في رايي خطا ويرجع في ذلك. يعني سيدي للعالم. يعني اذا اصبحت رئيسا للبلاد، موقفك فيما يختص بموضوع اللجنة التأسيسية انك ستعمل على يعني الوقوف ضد طريق التشكيل اللجنة، التوقف في اجراءاتها وعدم استكمال اجراءاتها ما قدرش. ليه بقى؟ الموضوع مش موضوع رئيس يعني يفك هنا ويشيلها. موضوع اجراءات قانونية ولجان متخصصة وناس اكثر خبرة وتعمق في الموضوع يتكلموا ويطرحوا، ولو اقروا هذا لا يمنع ان يكون رأي مختلف. يعني وحيفضل رأي مختلف. طيب. لكن يعني لو اقرت اللجان التي ستقوم على الامر فنحن نستمر في هذا الموضوع. انت يعني لو يجوز لك كرئيس وبمستشارينك القانونيون حينئذ انك انت تطعن او تعترض او ترى ان هناك ثغرة قانونية في طريق تشكيل هذه الهيئة التأسيسية، ستفعل ذلك؟ اذا كان لي ان ابدي رأي في ذلك حابدي رأي بمنتهى الامانة. يرفض رأيي واللجنة تقول لا هنستمر في هذا الإجراء، ممكن قوي نستمر في هذا الإجراء لأن احنا بدأنا فيه، ممكن. طيب. يبقى ده موضوع، هذا موضوع وذلك موضوع. لكن أبو الحك النقطة الخلافية اللي عندي بحترم اختلافي معهم، وبحترم برضو قرار اللجان المتخصصة اللي تحط قرارها في الموضوع. سيادة الفريق، جماعة الإخوان مش موجودة، وأنا دائما في الحوارات الطرف الغائب أحاول أن أنا أتخيل موقفه وأطرح وجهة نظره بكل أدب ولياقة علشان نقدر أن احنا نرد غيبة وجوده وندي فرصة للطرف الآخر أنه يعقب عليها. لو افترضنا أن بس مع ملاحظة، أنا بقول كلام عام. لا 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 لا, كلام لا, يا لا 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 احنا لا, أنا لا تجريح في الموضوع. لا لا ما بتكلمش من ناحية، أنا بتكلم من ناحية مبدأ عام أقوله في الوش الموجود وفي ظهره. أيوة فندم. لا حضرتك هتعرف دلوقتي أنا قصدي إيه. أيوة. حاول دلوقتي أتقمص وجهة نظر جماعة الإخوان في النقطة دي، فيردون على حضرتك ويقولوا نحن
نزلنا في انتخابات تشريعية قيل وشهد العالم بأن هي الأنزه في سليم. تاريخ مصر سليم. وفي هذه الانتخابات خدنا أكثرية والتيار الإسلامي خد أغلبية، وبالتالي فنحن نريد أن نعبر عن مش أنفسنا فقط ولكن عن مجموع أصوات الملايين من الشعب المصري التي أعطتنا هذه الثقة، فنريد أن نصوغ الدستور بشكل ممكن يكون فيه مدافعة عن حقوق الأغلبية الموجودة. أما وقد تم الآن إبطال مجلس الشعب فهذا لا ينفي أننا قوة موجودة على الأرض. كيف تحرمني كجماعة إخوان، كيف تحرمني كتيار إسلام سياسي ألا تكون وجهة نظري متواجدة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور؟ سألني الرئيس السابق كارتر في زيارته الأولى في أيام الأيام الانتخابات، قال لي إيه رأيك في تأسيس اللجنة الدستورية اللي هي اللي هتنشئ الدستور؟ قلت له رأيي إنه أسلوب خاطئ. قال لي ليه؟ قلت له لأنها ما بتمثلش، ليس هناك علاقة، لا يمكن النائب اللي بيجي أو بيستدعى للقيام بهذا الدور بناء على تخطيط من الدستور إنه يحط هو تنظيم عمل الدستور. فقال لي طب بس دول أغلبية، دخل في الموضوع كده، دول أغلبية. قلت له مع كل الاحترام يا مستر بريزيدنت، دول أغلبية لمدة 5 سنين. الأغلبية لمدة 5 سنين تعني أنها بتنقل المزاج العام للجمهور لمدة 5 سنين. قد تكون بعد 5 سنين الصورة معكوسة والأغلبية بقى أقلية، لكن هنا حضرتك بتشتغل لمدة طويلة جدا قدام. لا يمكن أبدا المجلس المنتخب بناء على مزاج عام، مزاج عام ممكن ظروف مجتمعية في هذه الفترة خلت الغلبة لرؤية معينة. حضرتك الظروف مجرد ظروف تختلف، الجانب الاقتصادي ممكن الجانب الاقتصادي في مرحلة من المراحل أدت أن الجمهور يختار هذه المجموعة. طبعا ما اقصدش مجموعة أو يعني بكلام عام، ممكن تغير الجو الاقتصادي في الدولة يخلي المجموعة دي لا تختار أبدا المرة الجاية. حضرتك ما تعرفش، ما نقدرش أبدا نقول مجموعة جاية مؤقتا تبقى لمزاج اختيار الناس المختارينها، بس مختارينها مشروطة، مختارينها 4 أو 5 سنين، هذا لا يتيح لها التخطيط للأبد من خلال دستور. تقول لي حضرتك بقى بدهم هم برا دلوقتي مش جوه المجلس، أقول لك إذا كنت أنا معترض هم جوه المجلس. طب أنا يوم برا اعتراضي قائم لا جدال، اعتراضي شخص. طب افرض الدولة تعمل ما بدلها، افرض ان انا اخواني في نقابة، اخواني في هيئة معينة، اخواني في هيئة من الهيئات او القوى التي سيتم اختيارها داخل 100 شخصية في اللجنة التأسيسية، اتمنع ولا بقى موجود؟ انا عايز حضرتك توضح النقطه دي. لا 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 خالص، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. شوف حضرتك اللجنه ليها يعني انا مش عايز استرسل قوي عشان وقت حضرتك ابدا اللجنه ليها 2 كرايتيريا او مبدا لاختيارها، مبدا عددي ومبدا وظيفي. ايوه فاهم. بنبتدي في الاول نقول احنا هنستقر على كام عضو في اللجنه دي. 100 اللي هيشكله المجلس 100. طب ال100 دول هنقسمهم ازاي؟ كل طوائف المجتمع، عرقي وديني ووظيفي تخصصي سياسي اقتصادي زي ما يكون. طب كيف يكون التمثيل العادل؟ لا ما انا جاي لك في النقطه الكلام عشان يساعد حضرتك. ما انا هجيبها لحضرتك. التمثيل العادل هجيبها لحضرتك. اتفضل يا فندم. نقابه المحامين، نقابه التجاريين، نقابه كذا. طب باش بس كده، الصوفيين، السلفيين، الإخوان، البدو، النوبيين، كل ما تتخيل هتلاقي حضرتك هنا واحد في النوبي ولكنه وارد برضو في كشف الصوفيين أو وارد في كشف يتشطب من واحدة فيهم، هو المهم أن يكون موجود في واحدة. خلاص ده المجتمع المصري له نسب، ده عدده كذا وده عدده كذا، بتقسم 100 عضو بالنسبة والتناسب
على هذه الفصائل. يطلع بقى فصيل نقابة المحامين 3 أشخاص، فصيل جماعة الإخوان المسلمين 2، فصيل السلفيين 3 لأنهم بيقال أنهم أكتر، فصيل كذا فصيل كذا، خلاص اتوزعت العدد. يعني عندك تصور لهذا الموضوع؟ ده لازم. طيب انا بسألك كده خاطئ. ايوه فندم انا بسألك، ده عندك تصور متكامل العددية. نخش بقى ايه وظيفية. تروح بقى اللجنة الموقرة اللي اقترحها رئيس الجمهورية، وقد عشان يوثق كلامه والكتاب يقول كده، لو يحب عشان رئيس الجمهورية يختار 2 3 يقول لهم قدموا لي المقترح بتاع اللجنة التوافقية بين ابناء المجتمع. ممكن قوي اللجنة دي نفسها يحب يعرضها على أبناء الشعب عشان يقولوا عليها لكن جرى العرف إن العرض على أبناء الشعب يبقى على اللجنة كلها بعد ما تستقر وقبل ما تبدأ، قبل ما تشرف في عمل الدستور. خلاص جات اللجنة بقى التوافقية بتقول علميا وبمرجعية بخلفية ورا بقى وبالتجارب السابقة، أما نكون 100 واحد هنعمل الدستور، كم واحد يبقى قانوني؟ كم واحد يبقى قانوني دستوري وقانوني جنائي وقانوني كذا وقانوني كذا، تخصصاتهم كذا واجماليهم كذا، كم واحد يبقى اقتصادي، كم واحد يبقى استراتيجي، كم واحد وكم واحد كم واحد. عرفنا بقى الكريتيريا التانية تخصصيا تيجي ازاي. حط بقى الاثنين دول على بعض كده يطلع الفيلم اللي حضرتك هتشتغل بيه. هتقول انا هجيب لنقابة المحامين 3 أشخاص، منهم 2 اقتصاديين 1 محامي، انا هجيب لي كذا 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 كذا. وحضرتك عرفت خلاص دي ورقة مقدسة يزيدها تقديسا ان رئيس الجمهورية يقدمها للشعب، الشعب يقول ايوة انا موافق على هذه اللجنة تعمل لي دستوري، غير ذلك خطأ. طيب كل ما دون ذلك خطأ. طب مسموح لي كمواطن اتكلم يا فندم؟ طبعا، بس انا بقول حضرتك ايه. طيب. انا بقول حضرتك كلام نعود فيه للخبرات اللي في العالم كله ونشوف الدنيا تعمل ازاي. لكن انا قاعد 4 سنين اعمل الدستور بتاع 100 سنة يعملوا اللي قاعد 4 سنين اللي مش هيبقى موجود بعد كده. مين يقول الكلام ده؟ يبقى افهم من كلام حضرتك لانه كلام بالغ الاهمية، انه الفصل ما بين عضوية البرلمان والوجود في اللجنة التأسيسية. طيب ده نمرة 1. نمرة 2، ان لدى حضرتك تصور متكامل لهذا الموضوع، انك شخصي واذا ما اصبحت رئيسا سترى بالضبط ما هي، اذا كانت هناك ثغرات او اوجه قانونية لانه تشكل هذه اللجنة كمواطن مصر. كمواطن ممكن مصر. ارمي تخيلي قدام اللجنة الموقرة كويس. المتخصصة التي تشمل كل العناصر اللي ممكن ان تبدي رأيا كويس. قابلت انها تدرس الموضوع ده، قابلته ما قابلتوش، فانا في هذا المضمار مواطن مصري ولست رئيسا. طيب لو تأذن لي حضرتك انتقل الى سؤال اخر، وهو تقييمك لتصويت المصريين بالخارج، وهو اول تصويت بدأ في جولة الاعادة. ايوه. حصل منافسك الدكتور مرسي المرشح المحترم على 217,000 صوت مقابل على حصول حضرتك على 66,000 صوت، اي النسبة 76% لمنافس حضرتك و 23% تقريبا لحضرتك. كيف تقرأ هذه النتائج؟ وهل هذه النتائج لها دلالات على الوزن النسبي او الشعبية داخل الانتخابات المصرية؟ مؤكدا لا، وإلا انا اقدر اقول ان انا اما خدت في الشرقية نسبة عالية جدا بالمقارنة اللي قدامي، فيمكن ان يعتبر هذه النسبة مرجعية او ريفرنس او دلالة على النسبة داخل الجمهورية. لو انا خدت نسبة عالية جدا في المنوفية ما قلتش تعالى بقى اقفش في نسبة المنوفية وقول دي مرجع احسبه الجمهورية كلها، دي وحدات. ده احنا بنقول المسيحيين عددهم ملايين ولا واحد بيكسب في الانتخابات الا واحد ممكن ولا اثنين. ليه؟ لان الانتشار الجغرافي له دوره. النهارده ما يكون في دولة بيجتمع فيها اكبر عدد مثلا
من الإخوة الإسلاميين أو ذوي المرجعية الإخوانية زي السعودية مثلا ده مش قياس. محدش يقول الكلام ده. الموضوع لا يقاس إلا أما تتضم، وإلا زي ما أقول لحضرتك كنت أنا قلت لا يحسبوا لي بقى الشرقية الوحدة والمنوفية الوحدة وده الوحدة، ده أنا هنا حاجة عظيمة جدا. طب في الجولة الأولى حضرتك يمكن يكون أيضا هناك فارق ما بين ما كان في الخارج وما كانت والنتيجة اللي كانت في الداخل. كانوا فرق يعني ده دليل حضرتك. ده كلام يؤكد كلامي. ما هو برضو في ده الجولة الأولى الفارق كان أوسع من ذلك، بينما النتيجة اللي طلعنا بيها هو الفارق بيني وبين الأخ الزميل كام ولا حاجة، 0.5% 1% أقل، يعني حاجة ما ذكرتهاش ما بصيتلهاش، أدي الفارق. إذن يكاد ينتصف الأصوات بين هذا وذاك. طب أين ذلك من النتيجة اللي كانت هاك؟ ما ده يؤكد كلامي. طيب اسمح لي حضرتك، ما عرفش حضرتك بتشرب شاي ولا قهوة ولا مية، إيه اللي قدام حضرتك؟ والله أنا طول ما تقولي حاجة سخنة وخلاص عشان زوري بس. طيب يبدو أنه ينسون. يبدو أنه ينسون والله أعلم. طب تسمح لي أنه نطلب حضرتك ينسون تاني في الاستراحة الإعلانية، نذهب إلى استراحة ثم تسمح لي نواصل الحوار بعد الاستراحة. تابعونا بعد الاستراحة الإعلانية. شكرا يا فندم. سؤال حلقة اليوم، ما موقفك في انتخابات الإعادة؟ سأصوت لأحد المرشحين، سأقاطع، سأبطل صوتي. للتصويت عبر الأسماس على رقم 92233 اكتب كلمة شارك ثم اترك مسافة ثم رقم الإجابة، وللتصويت عن طريق الفيسبوك facebook.com/cbcegypt. شارك برأيك، في مصر تنتخب الرئيس.